خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا فاطمة خليل ونعرف منها الأجواء في العالمين عاملة إزاي. هي دلوقتي موجودة من على الممشى وهتحكي لنا بقى الأجواء في العالمين الجديدة النهاردة عاملة إزاي. يا مساء الخير عليك يا فاطمة. مساء الخير يا بسنت، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي القناه الاولى وبرنامج العالمين. انا دلوقتي في المنطقه الترفيهيه من داخل مهرجان العالمين، حيث الاجواء المبهجه، وزي ما انت شايفه في الاجواء في الخلفيه عروض السيرك القومي المبهجه والمفرحه، وفي عدد زوار كبير جدا علشان يستمتعوا بهذه الاجواء وهذه العروض المميزه من السيرك القومي. النهارده كمان كان في مشاركه طلابيه من عدد كبير جدا من طلاب الجامعات من الجامعات المختلفه ومن المحافظات المختلفه هنا في مهرجان العالمين ودوري مهرجان العالمين في دورته الثانيه لكره القدم والفولي بول وغيرها من العروض الفنيه المميزه. علشان نتكلم اكتر عن المشاركه الطلابيه اللي كانت موجوده النهارده داخل مهرجان العالمين، هينضم لينا دكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطه الطلابيه ومدير معهد اعداد القاده بحلوان. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا استاذه فاطمه، انا سعيد والله ان القناه الاولى متواجده على طول في كل الفعاليات كما عهدناها دايما. احنا اللي سعداء بوجود حضرتك وبوجود كمان الطلاب الجامعيين اللي كانوا موجودين معانا هنا النهارده في مهرجان العالمين. عايزين نتكلم عن المشاركه دي والتنسيق ليها جاي ازاي؟ والله فعلا التنسيق بصراحه كان تنسيق مهم جدا ما بين وزاره التعليم العالي والشركه المتحده، اللي بصراحه زي ما حضرتك شايفه ورانا كده والفعاليه موجوده من الاسبوع اللي فات عندنا، ومشاركه طلاب الجمهوريه من كل الجامعات ابتدت النهارده بمشاركه ست جامعات. عندنا ست جامعات اسبوعيا، وبالتالي يبقى احنا خدنا كل الجامعات الحكوميه في نفس التوقيت. عندنا كل جامعه من الجامعات الاهليه والخاصه والتكنولوجيه والدوليه موجوده معانا في زيارات يوميه. عندنا انشطه كتير بتتلعب على ارض نسبه الزيارات اليوميه هتكونوا على مدار المهرجان متواجدين؟ بالظبط يا فندم، لغايه يوم 31/8. ويمكن المهرجان السنه دي بيختلف عن مهرجان السنه اللي فاتت. مهرجان السنه دي يمكن اساسه زي ما فخامه الرئيس كان بيواجه دايما ان احنا الاساس بتاعنا والهدف بناء الانسان. طلبه الجامعات اللي جايين يشاركوا النهارده بيبعتوا رساله لكل العالم ان احنا عندنا قوة ناعمه نقدر ناثر بيها بقوه، وعندنا فنون جميله نقدر ان احنا نوريها للناس كلهم في العالم. وعشان كده يمكن سموا مهرجان العالم في العالمين العالم عالمين. دكتور كريم، عايزين نتكلم على نوع الانشطه اللي انتوا شاركتوا بيها في المهرجان النهارده، كان عامله ازاي وكم عدد الطلاب كمان المشاركين؟ نعم، النهارده كان عندنا كره قدم خماسي، كان عندنا ست فرق النهارده بتلعب، صعدوا منهم النهارده مجموعه وبكره المفروض النهائي بتاعهم. عندنا ايضا الفولي بول النهارده كانوا بيلعبوا. الجمال النهارده الفنون التشكيليه والتصوير الزيتي اللي هو الرسم قاعدين النهارده في ابداعات خلابه، بيرسموا من الطبيعه اللي حواليهم، وخصوصا بيدخلوا فيها كمان حته بتاعت العالم في العالمين. عندنا ايضا الاشغال اليدويه والجمال بتاع اولادنا بابداعاتهم المختلفه. هم اللي بيشتغلوا كل الحاجات دي بايديهم؟ بايديهم بالفعل يا فندم، ويمكن احنا عندنا فيه كمان معرض في اخر الايام خالص هيعرض فيه كل الاعمال دي. النهارده بيتوج كمان الكلام ده بكورال من اجمل الكورالات على مستوى الجامعات، وهو كورال الفائز في ابداع السنه دي، كورال جامعه بنها. والولاد النهارده بصراحه مش مبسوطين بس باللي هم بيعملوه وبكل التعاون والمشاركه منهم، ولكن مبسوطين بمصر، شايفين مصر الجميله. دكتور كريم، هل الانشطه الطلابيه دي بيكون ليها شروط معينه للالتحاق بيها، ولا بيتم اختيار الطلاب المشاركين فيها ازاي؟ عندنا في طريقتين بالنسبه للطلبه اللي لسه داخلين سنه اولى جديد، بنحاول نكتشف فيهم المواهب وننمي فيهم القياده. اما الطلاب الموجودين بالفعل وعندهم القدره على كده، احنا بناخدهم وبنزود وبنسخ مهاراتهم القياديه بحيث انه يبقى انسان صالح قدام، قادر على تحمل المسؤوليه. يعني عايزه سر كده من الاسرار، بتتوقع مين من الجامعات اللي ممكن يكسب في هذه المشاركه؟ يعني سر كده. انا عايز اقول لحضرتك ان المنافسه جميله قوي، الولاد بيتنافسوا تعاوني جدا، ده بيساعدوا بعض كمان، يعني الفرق المتنافسه بيساعدوا بعض. يمكن ده هو الهدف، ان احنا نجمع الولاد كلهم في مكان واحد على ارض مصر، يبقى عندنا هذه الشراكه الجميله. هم كلهم بصراحه متميزين قوي، يعني اتمنى يعني الفوز. روح تنافسيه كده، روح جميله ما بينهم، ولا كل واحد عايز يكسب؟ ده الجميل، ده بيساعدوا بعض، يعني فريق مثلا ناقص له بعض الادوات التاني بيديله، وهم قاعدين بيرسموا. انا بتفرج عليهم حاجه في منتهى الجمال. يمكن معالي الوزير كان حابب قوي ان كل اولاده من الجامعات يستمتعوا بالاجواء اللي احنا فيها دي، يحسوا قد ايه فعلا مصر من اجمل بلاد العالم. ايه راي حضرتك في مهرجان العالمين وشاركته مع الوزارات المختلفه علشان يطلع بهذا الشكل اللائق؟
عجبني جدا فعلا التقارب اللي حصل ما بين وزارات مصر كلها. يمكن على ارض المدينه هنا الناس اللي موجوده هتشوف كل يوم وزير من الوزراء بيتمشى على الممشى، هتشوف كل يوم في عندهم فعاليه مختلفه، وزاره من الوزارات موجوده، الثقافه شغاله ورايا اهي، وزاره التعليم ورانا الناحيه الثانيه، وزاره الشباب والرياضه قاعده هناك، وزاره الصحه كمان كانت موجوده امبارح واطلاق مبادره شارع الخدمات الصحيه. وزارته كمان موفره كمان الخدمات الصحيه لكل الناس اللي موجودين هنا حوالينا. انا بصراحه سعيد جدا بمشاركه وتقريب وجهات النظر بين الوزارات كلها في سبيل ان احنا نأدي حاجه كويسه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطه الطلابيه ومدير معهد اعداد القاده بحلوان، شكرا جزيلا ليك. ولسه مكملين فعاليات المهرجان الممتعه يا بسنت، وانا معاكم لحظه بلحظه. نشكرك يا فاطمه، والشكر موصول اكيد لضيفك الكريم.